مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي كلامنا هيكون عن حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي عايزة تحافظ على صحتها. الحقيقة ان الوزن السليم معناه صحة سليمة وحياة صحية. ان التغذية تكون تغذية صحيحة ده يقدر يبعد عننا امراض كتير جدا. النهاردة بقى هنعرف ازاي يبقى في تغذية صحية مظبوطة تبعدنا عن امراض كتير وتبقى وقاية لينا من امراض ممكن تحصل لنا، مع ضيفتنا اللي منورانا دكتورة ابتسام ماهر اخصائي التغذية العلاجية. ازيك يا دكتورة؟ ازيك يا حاجة؟ عاملة ايه؟ انا مبسوطة انك معايا اصلا مرة تانية ده بجد. ده حقيقي وانا منوراني. اكتر يعني ربنا ينشرح فيا كبير صدقيني. ربنا يخليكي. كنت بقول انه التغذية الصح بتبعد عننا امراض كتير، فاصلا فكرة التغذية الصحيحة او التغذية السليمة ممكن تقول لنا كده يعني ايه التغذيه الصحيحه او التغذيه السليمه؟ طيب بصي بقى، مبدئيا كده النظام الغذائي لازم يكون فيه اربع حاجات مكونات رئيسيه في الاكل بتاعنا. اللي هو بروتين، اللي هو يكون فيه برضو نسبه كربوهيدرات، املاح، ومهم جدا 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 المخزون الطاقه. يعني الطاقه لازم تكون الاربعه الكومبوننت دول يكونوا جوه النظام الغذائي، بس اهم حاجه بكميات معينه عشان خاطر يوصلوا ويتارجتوا الجهاز صح. يعني مثلا لو حد مثلا مريض سكر او مريض كوليسترول او ضغط، ازاي انا اظبط الاربع حاجات المهمه دي ان هو ما يوصل للجهاز ويظبط المشاكل الصحيه اللي موجوده في الجسم. فمهم قوي ان انا اتارجت كل حاجه من الحاجات المعينه دي بطريقه كويسه ان هي توصل للجسم بطريقه كويسه. دي اول حاجه. تاني حاجه مهمه قوي العيله، يعني لازم قوي ان الناس، المريض مثلا لو حد عنده ضغط او سكر او كوليسترول، كلنا بنبقى خايفين على اللي قدامنا. صح. كلنا طبعا عايزين المريض ده يخف ويوصل يعني الافضل حاجه، لان طبعا اي حد مريض ضغط او سكر بيبقى دايما سايكولوجيكال مش مبسوط خالص ان هو وماشي بادويه وماشي يعني بعلاج. فلازم قوي ان الاسره كلها مترابطه، لدرجه ان ساعات الناس من كتر ما هي بتبقى خايفه مثلا على اهلها وكده يجي يفتنوا عليه. ده خلي بالك ده كل بالظبط. فدي حاجه بصراحه انا ببقى مبسوطه بيها ان هم عايزين مصلحته. واهم حاجه بقى ان احنا ناخد يعني نعرف احنا بنوظف الاكل بتاعنا ازاي. يعني مهم قوي ان احنا نوظف الاكل بالطريقه الصح، اللي هو يعني كل مرض غير التاني. يعني مريض الضغط مثلا في اكلات معينه لازم هقولك بعدين طبعا كل واحد ازاي، كل يعني كل مرض مثلا ايه الحاجات اللي احنا ما ينفعش ناكلها ومصادرها فين ونلاقيها ونعوضها بايه او ايه البديل بالظبط. كل مرض دلوقتي هنتكلم عليه، بس خلينا برضو نقول اهم حاجه برضو ان المريض هو داخل لازم يكون جايب الليسته بتاعته بتاعه العلاج بتاعه. يعني علشان ابقى عارفه مثلا ايه الادويه اللي هو بياخدها. يعني لازم في ادويه مضره للبول، في ادويه مثلا معينه غلط على يعني على الضغط، في ادويه مثلا بتعمل ووتر ريتينشن بتخزن ميه، في علاجات كتير قوي الدكاتره طبعا بيبقوا كاتبينها. فلازم هو جاي، انت لازم تبقي عارفه الحاله كلها بالظبط علشان تعرفي تحددي ايه النظام الغذائي اللي يصلح للحاله دي غير الحاله دي غير مزبوط. المريض اللي عنده المرض ده مزبوط. كل واحد مختلف عن التاني بالظبط. فلازم التحاليل بتاعته والادويه اللي هو بياخدها. مهم قوي برضو ان هو جاي يكون عنده كونسبت ممنوع ادويه التخسيس ولا ادويه حرق بقى ولا ادويه تخسيس. انا ضد يعني اكس خالص بالظبط. يعني انا الحمد لله ممنوع عندي خالص ادويه التخسيس. لازم يتعب ومش يتعب، لازم يغير لايف ستايل.